Água. Água. Água! ايه فياتو؟ قوم اصحى كده، قوم اصحى وكلمني. هاني بس في ايه؟ في حد ضايقك؟ حد مين اللي هيضايقني؟ هو انا في حد بيشوفني ولا انا بشوف حد عشان حد يضايقني؟ ده انا قاعده بين اربع حيطان، هطق خلاص، هشق هدومي. معلش معلش، هي الدنيا هنا كده هاديه وممله، بكره تتعودي. طب قوم خرجني، يلا قوم نخرج. حاضر حاضر. مساء الخير يا مرت عمي. يسعد مساكي يا ربحة. جدي عايزك يا عمي. هو حابك يعني؟ حابك يعوزك دلوقتي؟ طب انا بقى خارجه اتمشى لوحدي. قلت لك مليون مره ما ينفعش تخرجي لوحدك، افهمي بقى. هروح اشوفه عايز ايه وارجع تاني. ما انت المره اللي فاتت قلت لي هروح اشوف، وقعدت مع جدك ساعتين ونص وانا قاعده ملطوعه مستنياه. هو في ايه؟ يوه انا زهقت، ارحميني بقى. روحي معاها يا رابحة، ويا رب نهدى بقى. نهدى بس يا ريت انت بقى ما تهداش اكتر من كده. ها اوف، حاجه تزهق، حاجه تقرف. انا خلاص زهقت زهقت، قرفت من البلد اللي ما فيهاش حاجه تتعمل دي، والبيت اللي انا محبوسه فيه في اربع حيطان مع ضل راجل. توحة، ما انت عارفة احنا هربانين من مصر ليه؟ وبعدين يعني اللي احنا فيه ده احسن من السجن. سجن؟ هنا سجن وهناك سجن، بس هنا سجن كبير قوي. يا ريتك سبتني هناك، على الاقل حياة في خطر احسن من موت. موت؟ ربنا يسامحك يا توحة. اتصرف، شوف لي شغلانة، اعمل اي حاجه. شغل ايه يا توحه؟ ما انت عارفه ان هنا مفيش ستات بتشتغل. وبعدين تشتغلي ليه؟ احنا مش محتاجين، انا اهلي مبسوطين وعندنا ارض. بقولك شوف لي شغلانه. برضه شغل؟ وانت اللي زيك تعرف تشتغل ايه؟ انت بتعرفي تعملي حاجه؟ انت عارف كويس قوي انا بعرف اعمل ايه. قصدك ايه يا توحه؟ قصدي انك تتصرف وتشغلني. انا عرفت من رابحه ان في مشغل هنا والستات بتشتغل فيه. المشغل ده مش من مقامك. وانت اللي كنت من مقامي عاجبك؟ تعال تعال. انت بقى توحة؟ خدمتك يا باشا، انا توحة. عادية يعني، امال ايه الكلام الكبير اللي بيقولوه عليه كده؟ عادية؟ ده انا مش عادية ابدا يا باشا، بكرة لما تعرفني هتحبني على الاخر. ده كلام علمي، وانا اقدر التفكير العلمي فعلا. النظرية لا تثبت الا بالتجربة المعملية، والمعمل قدامك اهو. لا مؤاخذة يعني يا باشا، هو حضرتك ظابط ولا دكتور؟ لا دكتور. دكتور مسالك عاطفية. طب تحب لون ايه يا باشا؟ انا احب الالوان الطبيعية. ايش ده يا باشا؟ يلا هات الكيسة وتعالي. اتفضلي يا باشا. واضح ان الراجل انبسط منك قوي لدرجة انه زود الفيزيتا. الله، بس يا باشا الراجل ده يعني كان بيتكلم كلام كده غريب ما فهمتوش. غلط يا توحة، غلط. أي حاجة تسمعيها كأنك ما سمعتهاش خالص. دي طبيعة شغلتنا، الأمانة فيها أهم من الكفاءة. وبعدين انت انبسطتي، كل مهمتك تبسطيه وبس. بس انا بقى يا باشا مش هروح للراجل ده تاني، شايف الكرابيج معلمه على جتتي ازاي؟ ده شوهني. هتروحي له رجلك فوق رقبتك، مش بمزاجك. وبعدين شوف انت واخده قد ايه في ليله واحده، فلوس ما ياخدهاش رئيس مجلس اداره في شهر. عيب يا توحه، ما تبطريش عن نعمه لا تزول، حرام حرام.
مش احسن بيه كده؟ انا احبك واحطك في نني عينيا واتك عليك. مش احسن بيه يا عسل انت يا روح النعناع. يلا سعيدة. سعيدة مبارك. الجميل سرحان في ايه؟ ولا حاجة. اخبار البنات الجديدة ايه؟ فل الفل. الواد فخدي عمل الواجب وزيادة وخارج يشكر فيهم. انا حتى سايبه بيعض في كيلو عكاوي لوحده. والبت بازوكا قبلت الوضع الجديد ولا لسه؟ لا بازوكا قلبها خاشع من ساعة ما شافت حسام بيه، ما تلاقيش منها خالص. هما بس يعدوا شوية الزعل دول. العشرة برضو ما تهونش على أولاد الحرام. نعم تقصد ايه يعني؟ لا والله مش قصدي ألقح بالكلام، هما بس يعني هياخدوا لهم يومين تلاتة زعلانين على عشرتها معاهم. يعني انت برضو ما عشرتهاش زيهم؟ دي وليه ما يتزعلش عليها؟ وبعدين هما زعلانين على أمهم يعني؟ دي ست سو. بقولك ايه، فاكر لما سلمتني لحسام بيه؟ او السحر اتقلب على الساحر. اصلا الولاية دي مش كويسة من جوه، نيتها كده مش صافية، يعني قلبها مش سليم. هي ست زبالة اصلا، ما تعكريش مزاجك. هي غارت في داهية. اسمع، انا عايزة البيت ده يمشي كل حاجة زي ما كانت ماشية فيه بالظبط. البيت ده من هنا ورايح له صاحبة تمشيه، والكل يمشي بأمري، ستات ورجالة. ماشي ماشي يا أبلة طوحة. هات يا اخويا نفس. هات. يعني ايه مش لاقي الشريط؟ والله العظيم يا فندم دورت عليه كويس قوي، مفيش اي حاجه من المواصفات اللي حضرتك قلتها. هاني انت مش غبي، والوقت قريب كنت بقول عليك من الكفاءات اللي ليها مستقبل كبير، لكن لازم تفهم ان الاهمال عندنا هنا زيه زي الخيانه. انت ممكن ما تكونش استخدمت الشريط ده لابتزاز الراجل، لكن في النهايه الشريط خرج من عندك انت. والله العظيم يا فندم ما صورته اصلا، انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا راقبت تحركاته الخارجيه زي ما حضرتك قلت لي. هو في حد غيرنا كان بيراقبه او يعرف انه موجود في مصر اصلا؟ احنا والخارجيه يا فندم. الخارجيه لما بتعوز اي حاجه بتلجا لينا احنا، لان ما عندهمش نفس التخصصات اللي عندنا. فندم يبقى كده يعني الراجل عمل الموضوع ده تلكيكة عشان يبوظ اجتماعه معانا. جانيت مشيت فجأة وبدون أي مبرر، ودلوقتي موضوع الشريط. مش يمكن تكون أنت صورت جانيت وابتزتها عشان كده مشيت؟ يا فندم إيه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ما تدافعش عن نفسك تاني، زي ما قلت لك الإهمال زيه زي الخيانة عندنا. اعتبر نفسك موقوف عن العمل لحد ما تنتهي التحقيقات اللي أنا أعتقد إن هي هتبقى مش في صالحك. خسارة يا هاني.